وقد يكون اشتروا من بائعين متعددين. لو كانوا المشترين المتعددين كلهم اشتروا من بائع واحد، يعني نفس الشخص باع العقار مرة لمشتري وباعه مرة ثانية لمشتري ثاني، فالقاعدة في هذا الشأن أن الأفضلية تكون للأسبق منهم، ليس في إبرام عقده وإنما للأسبق في التسجيل. لو افترضنا مثلا أن ألف هو باع عقاره مرة لبه وباعه مرة تانية لجيم، ده مشتري أول وده مشتري تاني. مش هيهمني هنا تاريخ العقد ده وتاريخ العقد ده، اللي هيهمني هنا في التزاحم بين به وبين جيم من منهم هو الأسبق من الآخر في تسجيل عقده. اللي يسجل عقده الأول هو لا تخلص له الملكية حتى ولو كان تاريخ عقد مشتراه لاحق. يعني لو افترضنا على سبيل المثال في الرسم ده ان ألف باع لبه سنة مثلا 2001 وأعاد بيع نفس العقار لجيم في 2003، لكن جيم هو اللي قدر يسجل العقد بتاعه قبل به ما يسجل عقد مشتراه، في هذه الحالة الملكية هتخلص لجيم وهيكون جيم مفضل على به، بالرغم من ان به اشترى الاول. مش هيهمني تاريخ الشراء. يبقى العبرة في حالة التزاحم بين المشترين لعقار من بائع واحد ان الافضلية تكون للاسبق منهم في التسجيل ايا ما كان تاريخ عقد مشتراه لهذا العقار. طبعا بيصير تساؤل في الذهن، بس مش هنقف عنده لان ده كلام نظري بقى، هل هذه القاعدة تطبق بصرف النظر عن مسألة النية، ام نشترط علشان يكون اللي زي جيم ده اللي سبق الى تسجيل عقده مفضل على به ان يكون حسن النية؟ ولو قلنا انه يشترط ان يكون حسن النية، فما المقصود بحسن النية؟ هل جهله فقط بسبق بيع العقار لبه، ولا تعمده سؤنيته بمعنى تواطؤه مع البائع على الإسراع إلى تسجيل عقده إضرارا بالمشتري الأول؟ محكمة النقد ريحتنا من هذا الجدل الفقهي وقالت القاعدة واضحة، طالما الأمر يتعلق بعقارات يبقى الأفضلية العبرة فيها للأسبق في التسجيل بصرف النظر عن مسألة حسن أو سوء النية. وبالتالي لو أن جيم كان عارف وقت ما اشترى العقار من ألف في 2003 أن هذا العقار سبق لألف أن باعه لبه في 2001، وبالتالي تواطأ جيم مع ألف على الإسراع إلى تسجيل عقده فانتقلت إليه الملكية، فبالرغم من سوء نية جيم لكن تخلص له هو الملكية ويفضل على به، ويبقى به بقى هو اللي يقدر يرجع بعد كده على ألف بضمان الاستحقاق، لأن هنا الألف أخل بتنفيذ التزام بنقل الملكية في علاقته به، لأن الملكية انتقلت إلى جيم، يبقى جيم هو لا تخلص له الملكية وبه اللي الضر يرجع على ألف بضمان الاستحقاق. كل هذا بصرف النظر عما إذا كان جيم حسن أو سيء النية. بس في حاجة مهمة جدا في هذا الموضوع ننوه ليها، لأن هذه القاعدة يستثنى منها حالة ما إذا كان البيع متعلق بعقار متمثلا هذا العقار في وحدة مبنية، لأن قانون بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نظرا لضائقة أزمة الإسكان في مصر وما لوحظ في العمل من أن المؤجرين أو البائعين أحيانا ما بيبيعوا الشقة الواحدة لأكثر من مشتر فيتزاحم مشتروا الشقق فيما بينهم،
المشرع وضع حكم خاص في حالة بيع الشقة، فقال بقى لو اتباعت الشقة مرة لمشترٍ لا يجوز إعادة بيعها لمشترٍ ثاني، والبيع الثاني هذا يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز تسجيله. يبقى في هذه الحالة احنا مش هنطبق قاعدة ان الافضلية للاسبق في التسجيل، ما دام الامر متعلق بوحدة مبنية وحدة سكنية يبقى في هذه الحالة البيع الاول هو اللي هينفذ، وبالتالي المشتري الاول هو اللي تخلص له الملكية سجل ام لم يسجل عقد. ويفضل على المشتري الثاني، هذا المشتري الثاني سيكون عقده باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز تسجيله. بل أكثر من ذلك المشرع طور النصوص كمان وعرض البائع في هذه الحالة لعقوبة، اعتبر إعادة بيع نفس الوحدة المبنية لمشتري ثاني بعد سبق بيعها لمشتري أول اعتبر ذلك من قبيل جرائم النصب، وبالتالي عرض البائع لعقوبة الحبس وعقوبة الايه؟ عقوبة النصب في هذه الحالة. ده كله الفرض الأول لو كان المشترين المتعددين اشتروا من بائع واحد. لو كان البائعين المتعددين المشترين المتعددين اشتروا من بائعين متعددين، عدة بائعين. ده الفرض الثاني اهو بقى. عدة بائعين. هتكون الأفضلية لمين؟ قبل ما ندخل في التفاصيل، المشكلة وضعها النموذجي والأكثر شيوعا في العمل في الفرض ده، أما بيكون العقار اتباع مرة من المورث قبل ما يموت، واتباع هو مرة تانية من الوارث بعد أن مات المورث. بيحصل في بعض الأحيان أن أب وهو على قيد الحياة يتصرف في عقار من عقاراته، يتصرف فيه بالبيع، والمفروض في الأعم الأغلب ممكن جدا يكون أولاده لا يعلمون عن هذا البيع شيئا. وبين يموت الأب، يموت الأب قبل المشتري ما يسجل عقد مشتراه، يجي الولاد من بعد أبوهم ما مات ويعيدوا بيع نفس هذا العقار لمشتري ثاني، فيبقى العقار اتباع مرتين لعدة مشترين اشتروا من بائعين مختلفين، واحد اشترى من المورث والتاني اشترى من الوارث. لكن لو عممنا المسألة قبل ما ندخل في حكاية المورث والوارث، وقلنا ان المشترين اشتروا من عدة بائعين، ممكن نتصور ان واحد منهم اشترى من مالك والتاني اشترى من غير مالك. يعني لو افترضنا عقار واحد، شخصين اتنين باعوه لاتنين مشترين، واحد من البائعين الاتنين دول المالك والتاني باع ما لا يملك، تبقى الافضلية لمين؟ قولا واحدا، مش عايز اجتهاد ولا نقاش كتير، يعني اللي اشترى من مالك يفضل على من اشترى من غير مالك، حتى ولو كان اللي اشترى من مالك عقد مشتراه متأخر على اللي اشترى من غير مالك، لأنه طالما أن هذا شخص غير مالك لن يستطيع نقل الملكية لغيره، لأن المبدأ كما تعرفون أن فاقد الشيء لا يعطيه. فطالما أن المشتريين أحدهما اشترى من بائع مالك والتاني اشترى من بائع غير مالك، هنا مش هنبص لتواريخ الشراء ولا هتكون المفضلة على أساس تواريخ الشراء، إنما المفضلة منطقيا هتكون على أساس مين اللي اشترى من المالك ومين اللي اشترى من غير مالك. اللي اشترى من المالك هيكون عقده مفضل بالتأكيد، وتنتقل إليه الملكية حتى لو كان تاريخ هذا العقد لاحق على تاريخ عقد اللي اشترى من غير مالك، لان اشترى من غير مالك القاعده بتقول فاقد الشيء لا يعطيه، ما دام البائع غير مالك يبقى هينقل الملكيه له ازاي؟
نيجي بقى للمسألة الأكثر شيوعا في العمل في فرض الشراء من عدة بائعين، زي ما قلت إن واحد اشترى من المورث والتاني اشترى من الوارث، وبالتالي هنعالج دي لوحدها، هذا المورث وده الوارث. العقار الواحد اهو، الشخص قبل ما يموت باعه لمشترم، هنسميه ألف مثلا، والولاد ما كانوش يعرفوا ان ابوهم سبق باع هذا العقار، ولسه طبعا عشان تبقى المشكلة بقى قائمة لسه المشتري ما كانش مسجلش لسه، وبعدين المورث مات، ولاده اللي هما يجهلوا سبق هذا البيع راحوا بيعين نفس هذا العقار لبه، يبقى العقار الواحد اتباع مرتين، مرة الألف ومرة البه، واتباع من شخصين مختلفين، من المورث ومن الوارث. واضح هنا ان احنا مش هنقول ان احدهم اشترى من مالك والتاني اشترى من غير مالك، لا، لان الف وقت ما اشترى من المورث والمورث كان على قيد الحياة لسه اشترى من مالك، وبيه هو الاخر، اما المورث مات انتقلت ملكية العقار بقوة القانون ومسمى بالميراث للورثة، فبقى الوارث مالك، فما يبيع لبه يبقى برضو به اشترى من بائع مالك، يبقى الاثنين دول ألف وبه، كلاهما اشترى العقار الواحد من بائعين مختلفين كل منهما مالك. نفضل بين المشتريين ازاي ومين اللي تخلص له الملكية؟ بطبيعة الحال لو قلنا ان الرجل ده به طالما اشترى من الوارث والوارث مالك، اذا سد العقد وتخلص اليه الملكيه، في هذه الحاله هنبقى ضرينا الف اللي اشترى من المورث، والف ما ذنبوش حاجه، الف اشترى وقت الراجل ده ما كان حي والراجل ده مالك، وبالتالي مش ملزم انه يسجل بمنتهى السرعه، ممكن يسجل في اي وقت، ولأنه مش مقدر أو ما هوش عارف إن المورث سيموت ربما يكون تراخى في التسجيل. الولاد دول هم الأخرين، ودي بقى أساس المشكلة، الولاد دول كمان حسني أنية، ما هماش عارفين إن أبوهم قبل ما يموت سبق أن باع، فراحوا بايعين العقار اللي ورثوه باعوه لبه، وبيه راح مسجل عقده، فتنتقل الملكية لمين؟ المشرع عشان يحل المشكلة دي حلها ازاي؟ حلها في قانون الشهر العقاري بأن استوجب اتخاذ اجراءين اتنين يحلوا هذه المشكلة. لازم اولا نعمل اجراء يقضي على مشكلة ان الورثة بيعيدوا بيع العقار مرة تانية لمشتري انسان وهم يجهلون ان ابوهم سبق ان باعه. المشكلة التانية ان المشتري اللي زي الف بيكون حسن النية، ما يعرفش، ما عندوش ما يدعوه الى التعجل بتسجيل عقد مشتراه، لانه عارف حتى لو المورث مات بينتقل الى ورثته ما كان على ابيهم من التزام بتسجيل العقد له. هو المورث قبل ما يموت مادام باع يبقى ملتزم بنقل الملكية للمشتري، وملتزم من ثم بتسجيل العقد للمشتري، وما يموت المورث مفيش خطر على المشتري. ليه؟ لأن الملكية هتنتقل إلى الورثة، ده صحيح، بس هينتقل إليهم في نفس الوقت الالتزام الذي كان على أبيهم بتسجيل العقد لمين؟ بتسجيل العقد الألف. يبقى عشان تتحل المشكلة بقى في حالة التزاحم، يبقى نعمل إجراء من شأنه أنه يعرف ألف أن المورث مات، ويحذر ألف من أن في احتمال مدام المورث مات أن الورثة بتوعه يعيدوا بيع نفس العقار لواحد تاني.
ايه هو هذا الاجراء؟ المشرع اوجب على الورثه اما ابوهم يموت انهم يسجلوا او يشهروا حقهم في الارث، شهر حق الارث، يشهروا في الشهر العقاري حقهم في الارث. هذا الاجراء بيعملوه الورثه ليس لكي تنتقل اليهم ملكيه العقار بعد موت ابوهم، فملكيه العقار هتنتقل من الاب لهم فورا وبقوه القانون دون توقف على هذا الاجراء. امال يشهروا حقهم في الارث ليه؟ علشان يقدروا او يكون لهم السلطه او الحق في ان يتصرفوا في اعيان هذه التركه، في عقارات هذه التركه. بناء عليه الاجراء ده لو اتعمل ما دام بيشهروا حقهم في الارث، بقت فيه دلوقتي فرصه امام الف انه يعرف ان المورث مات، وبالتالي قدامه فرصه اذا اراد انه يسجل عقد مشتراه بسرعه ويطلب من الورثه تسجيل هذا العقد، كل ده قبل ما يقوم الورثه باعاده بيع العقار للمشتري الثاني. يبقى ده فائده هذا الاجراء. يبقى اذا القانون قال ان اول المورث ما يموت الورثه قبل ان يتصرفوا في اي عين من اعيان التركه عليهم انهم يشهروا حقهم في الارث اولا. انجزوا احد امرين، اما انهم اي الورثه اتخذوا هذا الاجراء واشهروا حقهم في الارث او لم يتخذوه. اذا كانوا ما اشهروش حقهم في الارث وبالتالي لم يتخذوا هذا الاجراء، مش من حقهم انهم يتصرفوا في اي عين من اعيان التركه، وفي الحاله دي مفيش اي خطوره على الف اللي اشترى من المورث، لان الاولاد مش هيقدروا يبيعوا ولا هيقدروا يتصرفوا في هذا العقار. ويبقى في هذه الحاله يقدر الف يسجل عقده براحته وتنتقل اليه الملكيه، ده لو العيال او الورثه ما اشهروش حقهم في الارث. طيب اشهروا حقهم في الارث، ما دام اشهروا حقهم في الارث اتفتحت قدامهم فرصه انهم يتصرفوا في اعيان التركه، لكن في نفس الوقت بهذا الاشهار المشتري الف اللي اشترى من الاب قبل ما يموت عرف ان الاب مات، يبقى في هذه الحاله يقدر يسارع الى تسجيل عقده قبل الورثه ما يعيدوا بيع نفس العقار لواحد تاني، يسارع الى تسجيل عقده. يبقى ما يشهروا حقهم في الارث بقى القانون ادى للمشتري من المورث اداله فرصه او مهله مده سنه يعمل ايه؟ يأشر الف بحقه على هامش شهر الورثه اللي حقهم في الارث. يعني مثلا الورثه كده هيشهروا حق شهر حق الارث بتاع مثلا المتوفي اللي اسمه زيد، الورثه اللي عملوا هذا الاجراء. المشتري من الاب قبل ما يموت هيروح الشهر العقاري يأشر بحقه على الهامش هنا. ازاي؟ يقول انه سبق ليا ان انا اشتريت العقار الفلاني من فلان قبل ما يموت بالعقد المؤرخ كذا. قدامه الفرصه ديت يعمل كده، يأشر بحقه على الهامش خلال مده سنه من تاريخ شهر الحق في الارث. ان الوارث اللي هو المشتري الف عمل هذا الاجراء أشر بحقه خلال مدة السنة، حافظ خلاص على حقه. بمعنى ايه؟ ان الولاد لو اتصرفوا في العقار ده لأي مشتري ثاني هتكون الافضلية للمشتري الف اللي اشترى من المورث، لانه أشر بحقه خلال المهلة التي حددها القانون. طيب ما عملش هذا الاجراء اللي هو اللي اشترى من المورث او ساب مدة السنة تمضي او حتى اشر بحقه بس بعد مدة السنة، اشر هنا لو اشر بحقه بس بعد مدة السنة نشوف بقى. لو
الأولاد اللي هم الورثة كانوا أعادوا بيع نفس العقار لمشتري تاني، والمشتري التاني اللي اشترى منهم سجل. نقارن بين التاريخين بقى، تاريخي التسجيلين، اللي اشترى من المورث أشهر إمتى، واللي اشتروا من الورثة أشهروا سجلوا إمتى. فإن كان التأشير بتاع المشتري الأول بالرغم أنه تم بعد مدة السنة التي حددها القانون، لكن قبل تاريخ تسجيل عقد اللي اشتروا من الورثة، يبقى اللي اشترى من الورثة هيفضل. أما لو كانوا اللي اشتروا من الورثة سبقوا إلى تسجيل عقد مشتراهم قبل اللي اشترى من المورث قبل ما يموت ما يأشر بحقه، ما في هذه الحالة اللي اشتروا من الورثة هم اللي هيفضلوا. ألخص الأمور مرة تانية، أما المورث يكون باع والمشتري ما سجلش وبعدين مات، المورث مات، قدام الورثة فرصة لو أرادوا أنهم يتصرفوا في أعيان التركة، أنهم يشهروا حقهم في الإرث. إن لم يتخذوا هذا الإجراء ما يقدروش يتصرفوا في أي عين من أعيان التركة. يبقى اللي اشترى من الأب قبل ما يموت طالما بيكشف في دفاتر الشهر العقاري وشاف ان مفيش تأشير، مفيش شهر لحق الإرث، يبقى ما يخافش من حاجة، انه هيقدر يسجل عقد مشتراه في أي وقت، والولاد يجب عليهم أن يقوموا بهذا الإجراء اللي هو تسجيل العقد للمشتري من أبيه. أما لو كان الولاد اللي هم الورثة بعد أبوهم ما مات أشهروا حقهم في الإرث، يبقى في هذه الحالة بقى اللي اشترى من الأب قبل ما يموت ياخد حذره بقى، مادام الولاد عملوا هذا الإجراء يبقى في نيتهم أنهم هيبيعوا أعيان التركة بما فيها العين اللي أبوهم سبق أنه باعها للمشتري. يبقى يجب على المشتري من الأب أن يسارع إلى التأشير على هامش شهر الحق في الإرث كده هو خلال مدة سنة، يأشروا بحقهم يقول لا احنا سبق ان احنا اشترينا من الأب قبل ما يموت العقار الفلاني. ان عملوا هذا الإجراء خلال مدة السنة حافظوا على حقهم تماما، بمعنى ان الولاد مهما تصرفوا في هذا العقار بعد أبوهم ما مات التصرف ده مش هينفذ في مواجهة اللي اشترى من الأب قبل ما يموت. إنما لو اللي اشترى من الأب أشهر بحقه بس بعد مضي مدة السنة، هنقارن بقى بين تاريخ تأشيره بحقه وتاريخ تسجيل اللي اشتروا من الورثة بحقه، نقارن التاريخين. فإن كان تأشير اللي اشترى من المورث بالرغم انه تم بعد مدة سنة لكن قبل اللي اشتروا من الورثة ما يسجلوا عقودهم، هتخلص الملكية للي اشترى من المورث. اما ان كان العكس هتخلص الملكية للي اشترى من الورث. ديت رسم توضيحي لمشكلة التزاحم بين المشترين، سواء بين تزاحم بين مشترين من بائع واحد او تزاحم بين مشترين من بائعين مختلفين. وفي الحالة الثانية لو من بائعين مختلفين، التزاحم بين مشتريين أحدهم اشترى من بائع مالك والتاني اشترى من بائع غير مالك، والفرض الثاني التزاحم بين مشتريين كلاهما اشترى من بائع مختلف وكلا البائعين كان مالكا، زي مشكلة المشتري من المورث والمشتري من الورث. ممكن ناخد تطبيق آخر برضو كده شبه رياضي، يعتبر من التطبيقات، هناخده المرة دي من عقد الايه، من عقد التأمين. انتم عارفين ان من بين تقسيمات للتأمين، التأمين من الأضرار، التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص. ده في سلم تصنيفات التأمين. التأمين من الأضرار يختلف عن التأمين على الأشخاص
اختلاف جوهري من عدة زوايا. أبرز هذه الزوايا أن التأمين من الأضرار له الصفة التعويضية، بمعنى هدفه هو تعويض المستأمن عن الضرر الذي أصابه، وبالتالي لا يجوز أن يكون التأمين من الأضرار مصدرا للربح من جانب المستأمن. الصفة التعويضية دي مش موجودة في التأمين على الأشخاص. هترتب على الصفة التعويضية دي نتيجة مهمة قوي 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 اللي محتاجة أن أنا أشرحها بالرسم. لنفرض مثلا أن فيه فيلا زي كده قيمتها 800,000، دي بالألاف 800,000 جنيه، صاحبها عاوز يأمن عليها ضد خطر الحريق، هيبقى ده تأمين من الأضرار، خايف عليها تتحرق فعاوز يأمن عليها ضد الحريق. الوضع الطبيعي للأمور انه بيجي يأمن عليها بقيمة مساوية لقيمتها، يعني يأمن عليها ب 800,000. بس انتم عارفين انه على قد المبلغ اللي هيأمن بيه على قد مبلغ القسط اللي هيبقى مطلوب منه انه يدفعه. ففرضوا ان صاحب الفيلا مش عاوز يدفع قسط كبير، فقال لشركة التأمين أمنوا لي على الفيلا دي لو اتحرقت ب 600,000. يبقى الفيلا قيمتها 800,000، أمن عليها صاحبها بمبلغ 600,000، بمعنى انها لو اتحرقت هياخد 600,000. ده بنسميه او بنصفه بانه تأمين البخس. البخس ليه؟ ان صاحب الفيلا أمن عليها بمبلغ اقل من قيمتها. تعالوا كده بقى افرضوا في مثال زي ده، هو الفيلا اتحرقت جزئيا، نصها اتحرق، نصها. طيب نصها اللي اتحرق ده يبقى قيمته قد ايه؟ 400. شوفوا كده، ال 400 كاملة اهي في حدود المبلغ المؤمن بيه، ما زادش عن المبلغ المؤمن بيه، ومع ذلك المستأمن مش هياخد ال 400,000 كلها، مش هياخدها كلها، وإنما يأخذ من ال 400,000 بنسبة المبلغ المؤمن به إلى قيمة الشيء المؤمن عليه. بمعنى يأخذ 400 من ال 400 في 600 على 800، يبقى لو شلنا كده الصفرين قبل الصفرين ونقول على الأربعة فال 2 على الأربعة فال 1، يبقى 600 على 2 تساوي 300,000. يبقى كان المستأمن في هذه الحالة مع ان الضرر اللي اصابه مقداره 400، ومع ان ال 400 دول مقدار الضرر اللي اصابه في حدود المبلغ اللي هو امن بيه ودفع اقساط على اساسه، لا مش هياخدهم كلهم. هنقول له هتاخد من مبلغ الضرر اللي أصابك بنسبة المبلغ المؤمن به إلى القيمة الفعلية أو القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه. يبقى ياخد 400 مضروبة في 600 على 800، طلعت بالرياضيات زي ما شرحتها قدامكم 300,000 جنيه. دي بنسميها قاعدة النسبية. قاعدة النسبية دي جاية قاعدة النسبية من مبدأ إن التأمين على الأضرار له الصفة التعويضية ولا يصح أن يكون مصدرا لإسراء أو لثراء المستأمن. في حاجة تانية برضو، افرضوا في التأمين أيضا، افرضوا واحد أبرم وثيقة التأمين على خطر معين، فشركة التأمين قالت له نتيجة هذا الخطر يبقى ناخد منك قسط 100 جنيه كل سنة. اتضح ان هو هذا المستأمن اما بلغ شركة التأمين بهذا الخطر
فطلبت منه قسط مقداره 100 جنيه، انه كان بحسن نية اغفل بيان من البيانات المهمة اللي كانت تهم شركة التأمين، بس بحسن نية، بحسن نية، بحيث لو كان قال لها على هذا الظرف كانت هتطلب منه قسط 120 جنيه. وشركة التأمين ما اكتشفتش الحقيقة إلا بعد الخطر ما تحقق. لنفرض مثلا يعني إن الخطر قيمته 600 ألف، يبقى في هذه الحالة شركة التأمين هتقول له إيه؟ هتقول له بص يا سيدي، الكارثة اللي أصابتك أو الخطر لما تحقق قيمته 600 ألف. هيقول لها أيوه. هتقول له مش هنديك 600 ألف كلها، انما هنديك من ال 600 ألف بنسبة المبلغ اللي انت دفعته الى المبالغ التي كان يجب ان تدفعها لو اعلنت ظروف الخطر على نحو صحيح. انت كنت بتدينا 100 جنيهات اقساط، احنا كان المفروض ناخد منك 120 جنيهات، يبقى نديك 600 في 100 على 120، يبقى بالتالي ده صفر وبل الصفر على 12 فعل 1 على 12 فعل 5 تساوي 500. يبقى مش هنديك 600 وإنما هنديك 500 ألف جنيه. دي تسمى قاعدة التخفيض النسبي. يبقى أما تكون شركة التأمين حددت الأقساط على أساس بيانات معينة للخطر ثم تبين أن هذه البيانات ما هي صحيحة، وإن المستأمن لو كان عرف شركة التأمين البيانات الصحيحة كانت خدت قسط أكبر، زي خدت في الأول 100 جنيه قسط كان يجب تاخد 120، وما اكتشفتش شركة التأمين الحقيقة إلا بعد الكارثة ما وقعت، بعد الخطر ما تحقق، مش هتديله شركة التأمين التعويض كله. هو مأمن ب 600 جنيه، هتقول له لا أنت مأمن ب 600 ألف، بس انت اديتنا قسط 100 جنيه احنا حددناه على اساس ان الخطر ظروفه ظروف معينه. انت ما قلتلناش الحقيقه، لو كنت قلتلنا الحقيقه كنا ناخد منك قسط 120، يبقى احنا خدنا قسط اقل، يبقى احنا مش هنديك ال 600 ألف اللي انت مأمن بيها كلها، انما هنديك منها بنسبه القسط الذي كان يدفع الى القسط الذي كان يجب ان يدفع لو اعلنت ظروف الخطر على نحو صحيح. يبقى 600 هنديك منها بنسبة 100 إلى 120، يطلع 500 ألف جنيه بدل 600 ألف. دي بنسميها قاعدة التخفيض النسبي، بنخفض عوض التأمين نسبيا، بمعنى بنسبة الاقساط التي دفعت الى الاقساط التي كان يجب ان تدفع. اسمع، قاعدة التخفيض النسبي تختلف عن القاعدة اللي شرحتها من شوية اسمها قاعدة النسبية. قاعدة النسبية بتفترض تأمين من الاضرار، والمستأمن امن على شيء بمبلغ اقل من قيمته والضرر تحقق جزئيا. بالرغم انه تحقق جزئيا وان هذا المبلغ الجزئي في حدود عوض التأمين المتفق عليه، لكن برضو المستأمن مش هياخد هذا المبلغ كاملا، انما هياخد منه بنسبة المبلغ المؤمن به الى القيمة الحقيقية للشيء. ديت اسمها قاعدة النسبية. يبقى عندي حاجتين في التأمين، قاعدة النسبية وقاعدة التخفيض النسبي. ديت الامور اللي انا شايف انها ممكن كتطبيقات تحتاج انها يعني تتشرع على ورقة او تتعامل بالرياضيات. فيما عدا ذلك يعني التطبيقات هتكون يعني عادة فيما يتعلق بالامور اللي هي تحتمل الصح والخطأ. يعني يجيب لك عبارات ونقول لك شوف العبارة دي صح ولا العبارة دي خطأ، وعادة بيكون حتى من غير التعليل ولا حاجة. وأبدأ أفر معاكم كده المرجع بتاعكم أو كتاب اللي بتدرسوا منه وندي نماذج لمثل هذا. يعني مثلا
في خصائص عقد، في خصائص عقد البيع، ان بنقول انه عقد البيع من العقود محددة القيمة. فممكن مثلا تجي لك عبارة يتصور ان يكون عقد البيع عقد غير محدد القيمة، تقول صح ولا تقول غلط؟ هنقول صح. ممكن جدا يكون عقد البيع يتحول الى عقد غير محدد القيمة. وديك المثال الاتي، افرض واحد بيبيع عربيته، والله لو باعها بثمن محدد، ثمن مقطوع، يبقى عقد بيع محدد القيمة، ببيع عربيتي بمليون جنيه. لما افرض واحد بائع قال للمشتري هبيع لك عربيتي نظير ثمن يتمثل في الآتي، تدفع لي مرتب شهري مقداره كذا في الشهر طيلة حياتي أو طيلة حياتك. مش معروف حياتي أو حياتك دي هتكون قد إيه، وبالتالي هيتحول الثمن من رقم محدد إلى رقم احتمالي، فيتحول عقد البيع في هذه الحالة بالاتفاق بدل ما كان عقد محدد القيمة ممكن يصبح عقد غير محدد القيمة. طيب نفرض مثلا في البيع بشرط التجربة، يقول لك مثلا البيع بشرط التجربة بيع منجز، العبارة دي صح ولا غلط؟ أو بيع بسيط، هتقول لا غلط، مدام بشرط التجربة يبقى مش بيع بسيط، ده بيع معلق على شرط، بيع معلق على شرط، والشرط هنا شرط واقف وهو ثبوت نجاح التجربة. إن نجحت التجربة البيع يتم، إن فشلت التجربة ولم تدلل على صلاحية المبيع للغاية التي اشتري من أجلها، يبقى في هذه الحالة عقد البيع كما لو كان لم ينعقد أصلا، ده في البيع بشرط التجربة. طيب لو مثلا جاب لك عبارة انه لا يجوز بيع الأشياء المستقبلة، العبارة صح ولا غلط؟ لا غلط. إن كان في الشريعة الإسلامية لا يجوز بيع المال المستقبل لما يتضمنه من غرر، إنما في القانون الوضعي مثل هذا البيع يجوز. وقلت لكم في شرح المحاضرات ده من الشائع في العمل خصوصا فيما يتعلق بالمباني، إنه الشقق بتتباع وهي على الرسم، لسه لم تنشأ خالص، العمارة ليس لها أي وجود، إنما دام قابلة للوجود في المستقبل يبقى البيع صحيح. كل ما في الأمر إنه يحذر التعامل في صورة معينة من صور الأشياء المستقبلة وهي التركة المستقبلة، لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه. يبقى ممكن تيجي عبارة يجوز التعامل في تركة الأب وهو على قيد الحياة طالما كان هو راضيا بذلك، لا العبارة دي غلط. حتى لو كان الأب راضي القاعدة بتقول لا يجوز التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه. طيب ممكن مثلا عبارة الثمن البخس، الثمن البخس لا ينعقد به بيع، غلط. الثمن البخس ينعقد به بيع، مش لازم ابدا علشان يكون عقد البيع صحيح ان يتكافأ او يتعادل الثمن مع قيمة المبيع، هو يجب ان ما يكونش الثمن تافه. والثمن التافه هو الثمن الذي يبلغ من التدني درجة لا تسمح بالقول بان البائع كان جادا في اشتراطه ولا ان المشتري كان جادا في الزام نفسه به، كما لو كنت ببيع فيلا أو قصر بجنيه. في مثل هذه الحالة هذا الثمن التافه يعتبر في حكم الثمن المعدوم فلا ينعقد به بيع. إنما الثمن البخس ثمن مش تافه، ما يصلش إلى حد التفاهة،
لكنه لا يعادل بالضبط قيمة الشيء المبيع، أقل من قيمة الشيء المبيع. الثمن البخس ينعقد به بيع، وما هوش متصور إن المشرع يشترط على أي واحد بيبيع إنه دايما يبيع الشيء بثمنه الفعلي الذي يستحقه. لا، بخس الثمن بمجرده لا يؤثر على صحة الإيه؟ على صحة البيع. فقط في حالة بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، لو كان البائع بيبيع عقار وكان هذا البائع قاصر أو لا تتوافر فيه الأهلية وكان فيه غبن في الثمن يتجاوز خمس قيمة العقار، في هذه الحالة يجوز لصاحب هذا العقار أن يطلب تكملة الثمن إلى أربع أخماس ثمن المثل. لكن عشان لو جات لنا حاجة ما نغلطش في الإجابة في الامتحان، الكلام ده مقصور على البيع، يجب أن يكون العقار بيع. وبالتالي فلو أن مثلا شخص قاصر قايض على عقار مملوك له، قايض على الفيلا بعربية، وكان في هذه المقايضة غبن له في قيمة الفيلا اللي بيقايض عليها يتجاوز الخمس، هل في هذه الحالة يجوز له أن يطلب التكملة إلى أربع أخماس ثمن المثل؟ لا، أن القاعدة اللي بتحمي القاصر من بخس الثمن مقصورة على حالة ما إذا كان قاصر باع، أما إن كان قايض في هذه الحالة لا يصح له أن يطلب التكملة. نفرض مثلا هل ممكن في بيع العقارات والملكية في بيع العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل، إن إحنا نقول إن عقد البيع العقاري أصبح في القانون المصري بعد قانون الشهر العقاري عقد شكلي؟ لا، هو لا يزال عقدا رضائيا لأنه يكفي فيه مجرد التراضي، وبين عقد العقد بمجرد التراضي ويرتب كل آثاره بما فيها التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، والتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري، والتزام البائع بضمان المبيع للمشتري، والتزام المشتري بدفع الثمن، كل ما في الأمر أن أحد التزامات البائع هو التزام بنقل الملكية للمشتري يتراخى لحين اتخاذ إجراء مكمل، هذا الإجراء المكمل هو التسجيل. يبقى لسه عقد البيع العقاري يعتبر عقدا رضائيا. طيب، هل في بيع الشقق مثلا حاجة للتدريب برضو كده، هل في بيع الشقق شقة اتباعت مرتين لاتنين مشترين، هل المشتري اللي اشترى الأول يفضل على المشتري اللي اشترى المشتري الثاني؟ أيوة، العبرة هنا بأسبقية الشراء، ده نص خاص وضعه المشرع في قانون إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، اللي يشتري الأول عقده هو الذي يفضل على الذي يشتري لاحقا، حتى لو كان عقده لم يسجل، وحتى لو الثاني سجل، وبصرف النظر عن النية من عدمها، بل أنه البيع الثاني بنص القانون يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز تسجيله. طب نيجي مثلا في أثار عقد البيع في التزامات البائع، ومنها الالتزام بالضمان
ومنه ضمان العيوب الخفية. هل ممكن نقول إن هذا الضمان قائم في جميع أنواع البيوع حتى لو كان البيع تم بطريق المزاد العلني؟ لا، يشترط للرجوع بضمان العيب الخفي ألا يكون هذا العيب قد ظهر في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني. طيب في بيع ملك الغير، بيع ملك الغير، هل يعتبر بيعا لملك الغير ان واحد يتعهد لواحد تاني بالحصول على رضاء المالك ببيع الشيء له؟ لا، ده ما يطرحش مشكلة بيع ملك الغير، لان المتعهد لم يلتزم بنقل ملكية، انما تعهد بالحصول على موافقة مالك بأن يبيع ماله للمشتري. يبقى في هذه الحالة مفيش مشكلة بيع ملك الغير بعد. وهنا أحد أمرين، يا إما هذا المتعهد نجح في تنفيذ هذا التعهد وبالتالي تم البيع بين المالك وبين المشتري يبقى مفيش مشكلة، أو أنه فشل في تنفيذ هذا التعهد فمرضيش المالك يبيع، يبقى في هذه الحالة هيرجع عليه المتعهد له بالتعويض، إنها مفيش مشكلة بيع ملك الغير. طب لو في بيع ملك الغير المشتري أجاز هذا العقد وما طلبش الإبطال، هل بعد هذه الإجازة يسري هذا البيع في حق البائع اللي هو المالك؟ يسري في حق المالك؟ في كل الأحوال أجاز المشتري العقد أم لم يجزه؟ طالما أن البيع تم لملك الغير لا يسري هذا البيع في مواجهة المالك الحقيقي. طيب، بس ما نقولش بقى كما سمعت في بعض الأحيان أن بيع ملك الغير يكون باطلا، لا ما نقولش كده. في بيع ملك الغير من حق المشتري أن يطلب، المشتري أن يطلب إبطال هذا البيع، ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضا لو كان حسن النية يجهل وقت أن اشترى أن البائع لم يكن مالكا للشيء الذي باعه. طيب مثلا في التأمين، هل في التأمين على الأشخاص، ومعروف أنه يتجرد من الصفة التعويضية، هل يجوز للمستأمن أنه يبرم عدة وثائق تأمين لدى عدة شركات في وقت واحد؟ نعم، لو كان ده تأمين من الأضرار لا يجوز. دي تقريبا يعني أهم التدريبات كده اللي احنا ممكن نقولها فيما يتعلق بعقد البيع. شكرا جزيلا.